تسني ما نال فاطمة لما دخلوا الدار فالخطوب شعوب واستداروا حول الوصي ولولا حلمه ما أفادها التأليب. أترى يرهب الحمام علي بل علي في صدره مرهوب لكن أخرجوه ملببا ليت شعري كيف قيد الليث الهزبر المهيب. ثم يمضي في القصيدة يقول وزووا إرثها اعتداء فجاءت وهي عبراء ودمعها مسكوب ثم آبت كما أتت وهي صفر الكف والها وحقها مقصوب منعوها من البكاء لتقضي كمدا والفؤاد منها يذوب. هذه الليلة ذاب جسدها نحل بدنها بأبي ونفسي. اي والله ليش هموم بكاء على ابيها بعد ما دخل عليها وما قاست من ضربهم ثلاثة اللي ضربوا مولاتنا. اما العبد موق فود فقد اخذ الساط وضربها على متنها حتى صار كالدملوج. وأما المغيرة بن شعبة هذا يفتخر عند معاوية يقول ضربت فاطمة ضربها حتى أدماها. ولهذا من الذي كان يعللها؟ من الذي كان يمرضها؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بس صعب عليه فراق فاطمة ويشوف أولادها صغار يقولون أن فاطمة الزهراء مو قضية الشهادة والموت، لا لا لا، هي تلتذ بلقاء رسول الله. بس الذي جرح قلبها أمران، الأول بأنها ستترك عليا وحيدا، والثانية بأنها ستخلف حسنا صغيرا وحسينا وزينب يتاما. ولهذا كأني بعلي أخذ برأسها ووضعه في حجره ويسمع الأنات يا الله تقطعني نياط القلوب. الله يرحمك يا أبو يوسف ملا عطية قلها اش زايد عليك اليوم يا زهرة تلوج بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني ويلي يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي أولادك بالبواج مهيجي. صاحت يا حيدر فرقا وبينك وبه فداع الله مسافرة عنك يا بحش. أخذ يمسح على جمينها يقول لها إن شاء الله من هاي المرضى تقومين سيدتي. ترى يعبر عنها سيدتي. عظمت عظمت فاطمة الزهراء. وإذا بها تقول هذا الفراق واللقاء في الجنة لكن يا علي أوصيك بأن تتزوج بأمامه فإنها ستكون لولدي أو لولدي مثلي من المرض ما شوف يا حيدر سلام.
تزوج عقب عيني يا ابو حسين بامان، وبس الله الله عقب عيني بهاليت سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. يا ابن عم يا علي اتخذ لي نعشا فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. وهاي لن يقولون أسماء هي اللي قالت لا يبا، وإنما رأت الملائكة صوروا لها صورة ذلك النعش الشريف. بعدش عنديش؟ قالت إذا أنا متغشني حنطني ببقية حنوط والدي رسول الله، وكفني وضعني في سريري بعد، واحمني وادفني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، ولا تدع أحدا من الذين ظلموا وغصبوا حقي يحضروا جنازتي ويصلوا علي إلا واجمع أصحابك بعد عيني وجهزوا وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا والأكسرة وضلعي وبالباب عصرة لا يحضرون جنازتي. يا مشيد الدين ليش سيدتي ومولاتي؟ قالت ما قصر ويا مرتضى رضى وضله لليوم من ضرب الرجيس ما سكن أنا بعدي على المختار ما نشفت دمه. طبلي ولا طمني ولا اختشي منك يا ابو حسين. اخ واذا بي ودعوا يقول في امان الله ابلغ السلام رسول الله. نادى الله خبري ابوك المصطفى باللي جرى وصار. من كسر ضلعيش والضروب والجزل والنار خبري بحالي وخبريه بهجمة الدار. وبلغي سلام المصطفى خير النبي. انفجع علي بأبي ونفسي وجرت مدامعه على قدوده. بالأمس فقدت رسول الله والآن أفقد فاطمة. قال هل وصل ممدوح بالسبع المثاني؟ انت يا زهراء والنبيك انت واركان. وهسا انهدم يم الحسين ركنيسة تجدد علي الحزين. يا ست النساء شا وين الحسن؟ أين الحسين؟ أين زينب يا شيعة؟ ما يقدرون على فراقهم هم، ولهذا ودتهم إلى بعض نسابا يا شو متى رجعوا؟ ما رجعوا إلا وهي قد التحقت بالرفيق الأعلى. التفتوا إلى أسماء أين أمنا
قالت أمكم نائمة، قال ما ينيم، قال الحسن ما ينيم أمنا في هذا الوقت. دخلوا عليها وإذا كشفوا عنها الرداء وإذا بها قد فارقت الحياة. وقع الحسين على جانب والحسن على جانب. الحسن ينادي أما كلميني قبل أن ينصدع قلبي. الحسين ينادي أنا عزيزك الحسين كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. أويل إلا دخل اليتام على الوديع بدمع هم. دخل اليتام على الوديع بدمع هم. من عاينوها خروا السبطين بالحال وتفرقوا واحد يمين واحد شمال. وما الشهيد حسين يندهى وينادي شقول من نوم تجقعد يا مكسورة يا مكسورة الضلع نشفي دمع عيني تراني تراني عزيزش حسين. ما كانت العادة عن أولادك عن أولادك تصد خان الدهار وتشمتت بين الأعادي. وما برحت من بعد حامي ذمارها معصبة راسا ومنهدة الركنا. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اشف جميع المرضى سيما المنظورين. اللهم ارفع البلاء والوباء بحق محمد وآله النبلاء. اللهم فك الأسرار، اجعل المغتربين لأوطانهم سالمين. اللهم احفظ المستمعات والمستمعين، تقبل منا ومنكم ومن القائمين والمساهمين. إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح علمائنا شهدائنا خطبائنا صلحائنا ساداتنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.